موسم صيف 2014 كان حافل بأبرز وأضخم الحفلات والمهرجانات الفنية بالرغم من كل الظروف اللي واجهتنا، والام تي في مشاهدينا كان لها حصة كبيرة وقدمت لكم عدد من أضخم الحفلات والمهرجانات الفنية وأكدت أنه سقافة الحياة مستمرة ورح نكمل بنشر الفرح والموسيقى وين ما كان بالعالم العربي. بهالإطار الليلة نحن وياكم على موعد مع أضخم حفل أو مهرجان فني لموسم صيف 2014، هو مهرجان أغاني الموسيقى الشرقية أو الأورينتال نايت بدورته الثامنة اللي جمع حوالي 15 فنان من لبنان والعالم العربي. خلينا نشوف مقتطفات من أجواء هالسهرة. أضخم مهرجان لصيف 2014 بالعالم العربي، مهرجان أغاني للأغنية الشرقية الثامن أورينتال نايت. مهرجان واحد بيقدر يجمع 15 نجم على مسرح واحد. كل فنان بسنة 2014 كان عم بيقدم أغنية هيت. مهرجان أغاني للأغنية الشرقية الثامن السبت 9:15 المساء على الام تي في. أجواء كلها حماس وموسيقى وفرح الليلة بعد الأخبار على الام تي في ضمن الأورينتال نايت بدورته الثامنة. هلأ رح ننتقل لفقرة باتس وجيسي مع ضيف أكثر من مميز. هلو جيسي. هاي رولا، كيفك اليوم؟ منيحة وأنت؟ جود. معك ضيف فنان بعرف وكمان البت المفضل عنده. معي الممثل مكرم الريس مع كلبه المينياتور بنشر لوي. نعم. ورح نحكي اليوم عن السيزن الجديدة بلشت. باتس بعده محافظ على اسمه بس عم نضيف مواضيع وسبيشال ابيزودز مثل اليوم يلي بيكون عنا شخص في كتير عالم بحبوه بتابعوه، رح يكون معه كلبه ويخبرنا عن خبرته الشخصية. بعرف انه بالويكند عم نستضيف نجوم من كل المجالات، فحلو كتير انه كمان فقرة باتس عم بتواكب بهالتجدد. تفضلي جيسي، نحن كلنا سمع. ثانك يو رولا. صباح الخير مشاهدينا.